لك الصداقة تقاس ليس بعدد السنين ولكن بعدد المواقف. إيش يعني الكلام ده؟ يعني ما يفرق إنت لو واحد تعرف 30 ولا 40 سنة بس ما صار بينكم مواقف تثبت هذه الصداقة، ومجرد والله جلسات وناسة وضحك وفلة ومش عارف مين، بس ما اختبرت العلاقة ما تعرف لما يحصل موقف هل هو حيكون معاك ولا لا. يعني أنا صدمت من بعض أصدقاء الطفولة بسبب مواقف صادمة خلتني أعيد نظر في عمق العلاقة اللي بيننا، بعد ما كنت محسب أنه ممكن يعني يضحوا من أجلي ويكونوا صادقين وما عمرهم يكذبوا علي، وبعدين اكتشف العكس. إيش استفدنا من 30 سنة وناسة؟ ما استفدنا شيء. لذلك يعني مرة مهم أنه نفرق العلاقات. لذلك في بعض الثقافات يقول لك أنه الصداقة ثلاثة أنواع: المتعة واللذة، وصداقة المصلحة، وصداقة المبادئ.